بيت القصيد. بيت القصيد شوف هذا دائما البيت يستشهدون فيه الناس أهل الصلاح، يجمعون الدنيا. ولو قلت له كيف؟ قال يا أخي ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. شفت؟ ما أحسن الدين يجمعون الدنيا تحت حجة هذا البيت. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني واحد دين ودنيا ما شاء الله، مو الواحد يصير زي فقير اليهود زي ما يقولون. ما طبعا هم يقولون، أنا ما ناقش صحتها، أنه مثل فقير اليهود، لا دنيا ولا دين. جميل. طيب.